أهمية مدير المخابرات بالدول الثلاثة إيه؟ بين الحين والآخر كان يتصاعد اتهامات لمصر، أي اضطرابات كانت تحصل في أديس أبابا أو في الخرطوم يقول لك إيه مصر وراها، مع إن هي مصر بتدعم، مع إن مصر اضطرابات عرقية فقط. بالظبط كده. فاللي حصل إيه؟ أنتوا بتقولوا إحنا فأكتر من مرة مصر أيام ديليا سن اللي استقال قالت هاد دليل على إن أنا بحرض جبهة. فبالتالي وجود مدير المخابرات بيحط المكشفة والمصارحة يزيل الشك، ويزيل الشك وتبقى الأمور. الميزة في هذا الاجتماع إيه بقى؟ أو أهميته أو قوته في إيه؟ إن رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد اللي قعدوا مدة قد كده يجيبوه أحمد أبي هو كان مدير المخابرات الأثيوبية. إذن هو لديه خلفية كاملة في الملف. وبالتالي لا توجد حجة لدى أي جانب يقول لك أرجع لرئيس وزراء، لأن رئيس وزراء يعلم، وبالتالي والجانب السوداني يعلم. فبالتالي أنا في تصور الشخصي إن نسبة 70% هيتم الاتفاق، وهيبقى فيه جزء معلن وجزء غير معلن. إحنا يهمنا في الأول وفي الآخر إيه للسادة المشاهدين والمهتمين بالملف ده؟ في قاعدة تاريخية تحكم العلاقات المصرية الأثيوبية. مصر قوية أثيوبيا ضعيفة، مصر ضعيفة أثيوبيا قوية. دي العلاقة بين البلدين. بمعنى، والرئيس السيسي قال مقولة الناس كتيرة مش مدركها، هناك فرق بين أن تملك القوة وأن تملك القدرة. فمصر تملك القدرة على الفعل ولكنها لا تفعل. وبالتالي كل يدرك القدرة، وبالتالي أنت تتحدث الآن والأطراف الأخرى تعرف من أنت، يعني هل وضع تعرف مصر قوتك ووزنك، تعرف وزنك وتأثيرك الدولي وتأثيرك في محيطك الإقليمي والأفريقي والعربي والدولي. هي دي مصر. هل أنت تتصور أن لو ما كانتش ثورة يناير دي اللي بيقول عليها، هل كانت تجروا أثيوبيا تعلن عن بناء السد؟ مطلقا. خلينا نقول حاجة تانية، من المهم جدا أن يتم الاتفاق لصالح الدول الثلاثة وبصفة خاصة أثيوبيا والسودان. ليه؟ لأن أثيوبيا لازم تتوصل معاك الاتفاق، لأن هذا السد ليس الأول والأخير على النيل الأزرق. لابد أن تنشئ ثلاث سدود أخرى بساعات مختلفة، لأنها لو ما أنشأتش ثلاث سدود أخرى هذا السد عمره الافتراضي هيقل النص. لو عمره 50 سنة هيقل النص. ليه؟ لأن هو نهاية خط النهر. فكل الأمطار بتسقط فبتحمل على جسم السد. خلاص؟ وده الخطورة اللي قالها علماء الجيولوجيا. صح كده؟ قالوا انها ممكن ان انهار من قوة المياه والضغط او من الزلازل، من الضغط او يعني الناحية اللي قلنا عليها الجيولوجية. دي واحدة. النقطة الثانية ان ده تخزين سنوي عكس السد العالي. السد العالي يعني يحمي مصر ويستظل مئات السنين يحمي مصر. ليه؟ لانه خزان او سد قرني وليس سد سنوي. وهذا الفرق بين السدود الأثيوبية والسدود السودانية والسدود في اعالي النيل. طب ده يعني في الناحية الفنية بقى، هل تصميم في مكان غلط بناؤه، ولا يعني في عدم معرفة كيف يمكن ان يستوعب هذا السد؟ هو هذه القدرة كبيرة من مياه. هو غلطته انه زود السعة التخزينية بتاعته اكثر من المقاييس العالمية المتعارف عليها. وبالتالي لان ده كان اساسا تم الاتفاق انه يبقى 14.5 مليار. فهم زودوا، فهم من اربعة، ده الاتفاق المبدئي، واديناه للبنك الدولي يدرسه وقبل ما يخلص نتيجته البنك في اطار مبادرة حوض النيل. قبل ما تخلص راح هو معليه 35 مليار، راح معليه 74 مليار. فبالتالي هو ضرب كده يعني التقديرات المتعارف عليها بالمقتل. وبالتالي هو لازم يعمل سدود خلف هذا السد عشان تكسر الميه تمتص، بدل ما يخزن ال 74. هو ممكن يجي فيضان عالي سنتين ثلاثه واربعه ما يلحقش يفرغ عشان يستقبل الامطار، فبالتالي يقضي على ينهار. وبالتالي انما لو عندي اكتر من سد يبقى هخزن هنا شويه، زي ما انت مصر هنا دلوقتي هي ما عندهاش الا السد العالي واحد. انما عندها القناطر الكبرى على النيل بتحفظ لها المناسيب وبتوزع لها ضغط الميه على جسم السد. بدليل لما حصل فيضان النيل عالي وخفنا على جسم السد وكبرنا على اطلاق المياه. وبالتالي يبقى أهمية الاتفاق إيه؟
ان لا يمكن لاثيوبيا ان تنشئ سدود اخرى، لان هذا السد اوريدي وهي بتنشئه هي مخالفه للقانون الدولي. وبالتالي لو راحت البنك الدولي هيقول لها انت غلطانه. لو رحنا لجنه الامن والسلم الدولي في الاتحاد الافريقي او الامم المتحده هي مخطئه في حق البلد، لان هذا يخل بالامن والسلم. طب هنا الدولي. يعني هي دلوقتي انت امام خيارين او امام معضلتين او مشكلتين. اولا انها لا تستطيع ان تنشئ السدين الا بموافقتك. طيب ثانيا ممكن يتعرض هذا السد ايضا لخطوره. ما بالظبط كده. الحل ايه؟ لانك انت هو مشكلة. هو الحل ايه؟ الاتفاق. بمعنى انا عايز منه حاجتين بس وهم سهلين قوي، بس هي كل ما في الامر يعني هي المشكله. ان مثلا ابي احمد جاء قال لك ايه اول تصريح ليه بعد تصديق البرلمان؟ قال لك ايه؟ احنا نشكر سد النهضه الذي وحد الشعوب الاثيوبيه. ما هم قليل عرقيات، اذا هو عندهم هو مشروع وطني مجمع الشعب. مع ان كان سبب الاحداث العرقيه انه بني على اراضي قبيله من اكبر القبائل هناك. ايوه مش بس كده، يعني تم سحب الاراضي منهم، سحب الاراضي وامتصوا منهم اجبار ان هم يدفعوا لبنائه، مساهمه في بنائه. سيبك من حكايه يعني السندات وخصوم وخصم من المرتبات لبناء السد. فاذا القصه انت هنا عايز توصل لثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه، انا انت ابني واعمل تنميه بس ما تضرنيش. صحيح. ازاي تعمل تنميه كما قال الرئيس او كما تقول مصر دائما انها حق مشروع لاي دوله، ولكن لا تضر ان تضر الدول الاخرى. بالظبط. فاللي هتعمل ايه انت بدل ما تملى في علاقه بين الملء والموسم الامطار وحجم الامطار. لو في سنوات جفاف يبقى هتملى مساحه كميه قليله، لو في سنوات فيضان عاليه املى مساحه اعلى. المهم في الاخر ال 48 مليار اللي بيجوا لي من النيل الازرق ما ينقصوش. انت واخد بالك؟ دي نقطة. اتفضل. نقطة مهمة جدا، لكن يعني نحاول ناخد فاصل قصير. تحت أمرك.